فين من اول ايه؟ لا لازم نرجع تاني اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي على آل بيته الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن صحابته أجمعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. كنا نتكلم عن صفة القيام بالنفس. صفة القيام بالنفس يقول لأن معناه، ورجعنا 67، احتوى على جزئين. يعني ايه معنى القيام بالنفس؟ محتوي على ايه؟ على جزئين، يعني على معنى ايه؟ يعني ليس معنى القيام بالنفس معنى واحد، ولكنه ايه؟ معنى يعني. الاول او احدهما كونه تعالى غنيا عن المحل، وليس المراد بالمحل المكان، لان استغناءه تعالى عن المكان ده داخل في صفه المخالفه للحوادث. ومعنى القيام بالنفس يتكون من ايه؟ من امرين. واحد كونه تعالى غنيا عن المحل، يعني عن الذات، عن ذات يقوم بها ويكون صفة لها، فهو جل وعلا ذات موصوف بالصفات العالية لا صفة لغيره. يعني إذن الفائدة أو المعنى المهم اللي أخذناه من أنه تعالى قائم بنفسه، يعني هو إيه؟ هو ذات لها صفات، يعني هو ليس هو تعالى صفة، منزه عن الإيه؟ الحلول والاتحاد والصفة. يعني هو ليس صفة، إنما هو ذات لها صفات. ولذلك ما فائدة هذا؟ أو هل قال أحد عن الحق تعالى إنه ليس ذاتا إنما هو صفة؟ وجدنا هذا في اعتقاد مين؟ في اعتقاد النصارى، لأنهم جعلوا الأقانيم مذهب من، يعني مش الاعتقاد، هو مذهب من أحد تفسيرات النصارى للأقانيم الثلاثة. وهم يقولون تارة يحبوا يهربوا من اتهامهم بالتثليث وبالشرك، فيقولون نحن نؤمن بإله واحد، أمال إيه الآب والابن والروح؟ يقول لك دي صفات، وأنتم أيها المسلمون تعتقدون ذلك فتقولون بسم الله الرحمن الرحيم أم ثلاثة. فزعلان لي، ما أنت بتقول بالتثليث، بس أنا لم أقل إيه؟ أن الرحمن الرحيم إيه؟ إلهان، مش بقال لي صفة، الإله هو الإيه؟ هو الموصوف، هو الله. أما الرحمن الرحيم صفة ذات. هو عشان يهرب من التعدد أو من الشرك يجعلها صفات. وحتى في خطأ في اللغة، لو كان الصفات ما ينفعش إيه؟ ذكر الواو. يعني لا يجوز أن تقول بسم الله والرحمن والرحيم، ما ينفعش. عشان صفات. ده اسمه ايه ده؟ دخلنا بحاجة تاني اللي هي الايه؟ العطف. والعطف ايه؟ غير المعطوف عليه. مغاير. انما الصفة لا تغاير الايه؟ الموصوف. وليست هي ايه؟ ذات الذات. ليست هي الذات وليست هي غير الايه؟ الذات. مفيش مغايرة. يبقى اذا كلام النصارى كما قال ابن تيمية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، قال النصارى حيارى متنافر، يعني مضطربين، مش عارفين المسيح عليه السلام ده ذات
أو مش عارفين الأقانيم اللي بيقولوا عليها دي الأب والابن هل هي ذوات ولا صفات؟ فإن قالوا هي ذوات هذا الشيء ذات ذوات جمع، فقد صرحوا بالشرك الذي يفرون منه. وإن قالوا هي صفات فما الذي يترتب على ذلك؟ يمتنع أن يكون المسيح إلها، يعني أن الإله لا يكون صفة. طب ما هي الصفات مثلا؟ تسأل تقول الأب وإيه هي الصفات دي؟ يقول لك الأب ده يعني الوجود، طب والابن يعني العلم، طب والروح القدس يعني الحياة. لماذا يعني حصرتم صفات ثلاثة مع أن موصوف بين صفات المعاني سبعة السلبية خمسة والمعنوية؟ الصفات لا تنحصر في عدد إيه؟ في عدد إيه؟ الثلاثة. واضح؟ يبقى إذن نعتقد أن الله تعالى ذات لها صفات، وليست ذات مجردة عن الصفات، وليست صفات لا تقوم بها ذات. هذا المهم في الموضوع. يبقى أحدهما كونه تعالى غنيا عن المحل، هي غني غني عن المحل. الله تعالى غني عن كل شيء، والله الغني. كلمة الغني هنا الغنى المطلق، هي معنى الغنى المطلق يعني نفي الاحتياج المطلق، يعني لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى ذات، مش محتاج، خالص الغني. ولم يقل غني عن ماذا؟ غني عن كل شيء سوى سبحانه وتعالى. بمعنى أنه تعالى غني عن كل شيء، يلزم منه إيه؟ أن يكون تعالى غنيا عن المكان، لأنه هو الذي خلق المكان، فكيف يخلق شيئا يحتاج إليه؟ هو مستغني، الله غني. إذا نفي المكان، نفي الزمان، نفي الجسم، نفي التركيب، نفي الولد، نفي الزوجة، نفي كل حاجة غني عنه. ولذلك لما رد الله تعالى على اعتقاد النصارى في بنوة المسيح، رد به بكلمة الغني، قال اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني، يعني حل المشكلة كلها بكلمة هو الغني. يعني أنت كإنسان لا تستطيع أن تقول أنا لست محتاج إلى الولد، أبدا تحتاج إليه، وأنت في صحتك وأنت في المرض عاوز الولد في آخر حياتك، حتى على أقل شيء الجنازة ياخذ العزف مثلا، يعني أو مثلا يعني جيب لك الدواء أو يرد على التليفون أي شيء، المهم أنت محتاج إليه للولد. وفي احتياج ثاني عشان يعني ما يفتحش اسمك من الوجود اللي ليه ذكر وفلان وفلان ايه اسمك موجود بعد وفاتك، يعني بيسموها دي تخليد الذكرى. قال الله تعالى حي باقي لا يموت، هيخلي الذكرى ايه وغير محتاج الى نفقه ولا الى مساعده ولا يشيب مثلا او يضعف او هنا ايه مطلق. أول شيء في المعنى القيام بالنفس كونه تعالى غنيا عن المحل، والمحل هنا ليس معناه إيه؟ ليس معناه المكان، إنما معناه إيه؟ معناه الذات، يعني ليس محتاج إلى ذات لأنه هو ذات، فلا تقوم الذات بذات إنما تقوم الذات بنفسها. الذي يحتاج إلى محل يعني إلى ذات هي إيه؟ الصفات. ونقول صفات الله لا نقول أعراض، لأن الأعراض دي حادثة. ولذلك خد بالك بالنسبة لصفات الله تقول عليها صفات، تقولش عليها أعراض، لأن العرض لا يبقى. وأيضا لا يقال على صفات الله نعوت، إذا فلان ده ما نعوت بالكرم، لا، الله موصوف. ولا تقل نعت، الصفة إيه فيها معنى إيه؟ معنى الدوام والثبوت واللزوم. أما النعت ده كده زيد ضارب، زيد مبتدا وضارب خبره، أو زيد الضارب، يبقى الضارب ده نعت، ينفعش صفة لأنه يعني حقيقة الضارب إنما نقول إيه كريم الوجه، حسن، دي صفات قوي، دي صفات لازمة، إنما النعت ممكن يكون صفة إيه
مفارقة وليس الصفة إيه؟ لازمة. هذا الفرق بين الصفة وبين الإيه؟ النعت. النعت معناها شيء كذا يزول المفارقة، إنما الصفة فيها إيه؟ ثبوت ولزوم. الثاني، واحد يقرأ الثاني كده، يلا يقرأ المولى الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الشاعر: انك المهدي الشاعر، وحين الله انفع بعلوم الملوك جل اختياره. امين. الثاني كونه جل وعلا غنيا عن الفاعل. يبقى معنى عندك الصفات السلبيه خمسه كده، والبقاء لا، احنا كده والبقاء والقيام بالنفس والمخالفة ترتيبها كده. يبقى انت اذهب، لازم تعرف الترتيب الصح، ما تدوش كده اي حد فيه على بالك. ده انت جينا فوضى اهو، ايه نسبة بدل اذهب فوضى كده. الاول حاجة كده البقاء، القيام بالنفس، المخالفة الحواس، وحدانية. خلاص كده. يبقى كونه تعالى بمعنى قائم بنفسه لها معنيان: كونه غنيا عن المحل، كونه غنيا عن الفاعل. يعني الله تعالى لا يحتاج الى ذات يقوم بها لانه ذات، ولا يحتاج الى فاعل. ليه؟ ما احنا الجواب ما يبقاش كده. لا يحتاج الى فاعل لانه واجب الوجود، واجب الوجود لا يحتاج الى فاعل. اما الذي يحتاج الى فاعل هو الجائز، انما الواجب ده لا يتصور نفيه، لا يتصور عدمه، ده ثابت. يبقى عاوز فاعل، ده هو ثابت. اللي يحتاج فاعل اللي هو مش موجود، اللي هو الجاهز، يعني اللي هو الممكن. لان الذي يحتاج الى فاعل هو الجاهز او الممكن. اما المستحيل ده لا يحتاج اصلا، مستحيل لا يقبل. لو جو حتى 50,000 فاعل مش هيظهر، ده مستحيل. والواجب لا يقبل العدم. يبقى لا يحتاج. مين اللي يحتاج الى فاعل؟ ويقبل الوجود ويقبل العدم. يبقى لماذا لا يحتاج الى فاعل؟ انه تعالى واجب الوجود، لا ايه؟ لا جائز. فالجزء الاول ابطل المقدمه الاولى، وهي اعتقاد الوهم الفاسد ان كل ما ليس بجرم فهو صفه لغيره. يعني ايه اللي خلاهم توهموا ان الله تعالى صفه وليس ذات؟ قالوا اصلا لما نقول كده انه تعالى ليس جرم، احنا عندنا العالم ده اللي احنا عايشين فيه مكون من اجرام واعراض، فاذا انتفى عن الله تعالى ان يكون جرما لازم يكون صفه اعراض، وما فيش اجرام واعراض. بس هذا في الحادث، فالعقل غلب عليه الوهم فجعل الحكم عام على ما هو قديم وما هو حادث. إذا كل ما ليس بجرم مما ليس بقديم، هنا تجي في المنطق مهمة القضاء الموجهة. اللي ما ينفعش كده نقول كل ما ليس بجرم فهو، كل ما ليس بجرم مما ليس بقديم، يعني مما هو حادث. فالحادث إما أن يكون أجرام وإما أن يكون أعراض. فعشان كده توهموا أنه هو صفة. ليه؟ لأنه قال هو مش جرم، وإحنا ما عندناش غير أجرام يا أعراض. إذا كانش هو جرم يبقى عرض، وإذا ما كانش عرض يبقى جرم. فإن مولانا، عشان نوصل للحتة الوثنية، فإن مولانا جل وعلا ليس بجرم، وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات ويستحيل. لا يعني معناها هنا هناخد حاجة مهمة، أنه مش معناها ذات يعني معناها جرم، مش معناها لها حيز، مش معناها لها كثافة. هذا كله يعقل فيما هو إيه؟ حادث. يجي واحد يقول لك لما هو مش جرم، إيه معنى جرم؟ يعني شغل حيزا من الفراغ، مش كده؟ يتحيز، هذا الجرم. يجي واحد يقول لك طب ربنا سبحانه وتعالى ليس جرم، يعني ليس متحيزا، مش شاغل فراغ. وطالما انتفت الجرميه حتنتفي اللوازم، حتى
ينتفي المكان وينتفي الجلوس على العرش وينتفي الجهة وينتفي النزول ينزل ربنا وينتفي اليد وكل حاجة. ما هو ما فيش جسمية ما فيش جرمية. يبقى إذا انتفت الجرمية هتنتفي اللوازم. تيجي واحد يقول لك أمال هو إيه؟ قل يا بني إسرائيل ما ينفعش تقول هو إيه، لأنه هو لا يتصور بالعقل، هو إيه لا تدركه الأبصار، لا يتكيف، لا يحاط به علما. أنت تؤمن به لأنه هو سبحانه وتعالى ذات موصوفة بالصفات إيه؟ الكمال والجلال، لكن إيه هي حقيقتها إيه؟ لا يعلم ذلك إلا الله. واضح؟ هو يقول هو إيه؟ ما هو يقول ما هو حي من اثنين، ما دامك هو مش ذات ومش جرم ومش عارف إيه، أمال هو إيه؟ يقول له كيف هو إيه؟ لا يمكن أن تدركه، ليس إيه؟ ليس كمثله شيء، لا تدركه الأبصار، لا يقاس بالناس ولا بالحواس. أمال إيه هو أعلم بذاته، إنما هو موجود ومنزه عن صفات النقص وموصوف بصفات، غير كذا مش ما فيش مخلوق هيقول لك شيء. هيقول لك ايه؟ ها؟ لا يعرف الله تعالى على الحقيقة إلا الله. ايه ربنا مثلا ده ممكن يقول لك ايه ده؟ يقول لك ده ورق، ده خشب، ده حديد، انت تراب، ماء مثلا، احجار، شعر، لحم، دم، مثلا بوتاسيوم، معادن الارض، منجنيل، حديد، كبريت. هل يمكن ان نرجع الحق تعالى الى اجناس الوجود؟ لا، لانه في الحاله دي احنا جعلناه ايه؟ حادثا وجعلناه مخلوقا. هو ايه؟ ما فيش اجابه. هو رب العالمين، هو ايه؟ خلقه، هو القادر، هو القادر اثبت الكمال. اما مكيف كيفيه وجسميه، يبقى انت مش بتعبد الله، انت بتعبد جسم او بتعبد صوره عندك انت، انما ليست هذه. زي الواحد يقرا قران ويلخبط وما فيش هنا ولا ادغام ويحذف كده، ليس يقرا قران، اللي يقرا حاجه هو بيعتقد انها هي قران وهو ده مش قران. فكذلك هؤلاء المجسمه والمشبهه لا يعبدون الله، انما يعبدون خيال وهم في ايه؟ في تصوره. ولذلك السنوسي هيقول كده: من زعم ان الله تعالى جسم او انه المسيح فقد كفر. ليه؟ ما هو المسيح جسم. يعني انت لما تعتقد الجسميه لله هو جسم وينزل كده ويقعد على العرش وينزل رجليه كده، يبقى انت في الحاله دي شانك شان النصارى، يعني انت كده عبدت المسيح، بس اللي عبدته ده مش هو المسيح بتاع النصارى، المسيح ده زي المسيح ده، هذا جسم وهذا جسم. لذلك لماذا قال من اعتقد ان الله تعالى جسم او انه المسيح؟ لانه الاعتقاد واحد. ليه نكفر النصارى وما نكفرش الجماعه دول؟ لما نفس الحكايه. المسيح ده بالذات مش بياكل ويشرب ويمشي على الارض بجسم وله سمع وله بصر، فاللي يعتقد الجسميه كانه اعتقد ان الله تعالى هو المسيح. خلاص كده؟ ولا بالرسم، لا بالرسوم ولا بالحدود. ده في اثاره، بس الاثر هنا يطلق على الاثر الحادث اللي هو بتاعه، يعني مثلا اثر الاردان تدل على المسيح. هنا اثاره يعني افعاله مش رسومه، افعال اثاره يعني اللي هي فعله وليست اللي هي صفته. لا تحيط علما لا بالذات ولا بالصفات، انما اللي انت تعلم الافعال خلق مخلوقات ومصنوعات فهي تدل عليه، كما ان الاثر يدل على المؤثر. اثار صنعته واثار صنعته، اثار افعاله وليس اثار ذاته. الله بصفات الكمال بس، والتنزيه على صفات النقص. لما نقول انا اثر، لما تشوف اطار السياره اثر ذات السياره، لما نمشي ورجلي تطبع في الارض ليه؟ اثر المسير الاقدام من حال الذات كانت اثاره، لديه اثار المصنوعات. نعم؟
ما هو الخاص والجنس ما ينفعش اصلا ده كله في العلم في تعريف الحادث لانواع العلم الحادث كله ده منطبق على العلم الحادث. الله فان مولانا جل وعلا ليس بجرم وهو مع ذلك ذات موصوف بالصفات لانه لو كان في خاصه هيبقى في عرض عام وهيبقى في ايه نوع او فصل او جنس وكل ده ممكن فليس من جنسه وليس معه نوع يدخل معه في ايه؟ لان دول اللي بيسموهم الثمانيه المنفيين مع بعض يعني مثلا يقول لك ايه؟ المماثله كلمه ليس في مثل المثليه العامه يندرج تحت ايه؟ ثمان اشياء يندرج تحت نفي المماثله ايه المماثله يعني؟ إيه انا وانت مثلان يعني متماثلان في التجويد عندك مثلين ومتقاربين ومتجانسين فايه معنى المثلين؟ ليهم حكم واحد مش كده؟ تمام؟ يبقى لما يكونوا مثلين يعني ايه معنى المثلان؟ اتحادهما بين اثنين في النوع. يعني انا وانت متماثلان ليه؟ لاننا متحدان في النوع وهو الانسانيه. يبقى انا مثلك يعني طب انت شعرك طويل مثلك يعني انك في الانسان في النوع. انت مريضي وانا هندي وفين المسلم؟ لا المسلم في الانسان انت هندي انت اسرائيلي انت انسان ولا مش انسان هنا يبقى المثليه معناها اتحاد بين اثنين في النوع افرض اتحدنا انا وانت مش في النوع اتحدنا في الجنس لا تكون هذه مثليه تبقى مجانسه يعني انت والفرس اتحدتما في الجنس كنت كده متجانسين صح في بعد كده ايه المشاكلة السلام عليكم لا انا في قبل كده هو المحيي الثاني انا هخليه يتصل بيك او عجلة كده يسمع كده الثاني يمكن يكون احسن على اي حال احنا هنجمع واحد واثنين وثلاثه اللي هتقول عليه يعني نبعته الله شكرا المماثلة عن اتحاد بين اثنين هي النوع وكلنا مع بعض نوع واحد احنا كلنا انسان ولا ايه ولا فرس ها جاي الاتحاد بيننا في ايه في النوع طب انت والفرس ما اسمكمش ايه نوع واحد اسمكم جنس واحد انك انت وسعادة الفرس انت حيوان ناطق وهو حيوان الفرس الصالح يشترككم في الجنس بعد كده المشاكلة يعني شيء يشاكل شيء كده كيف ده اتحاد بين اثنين في كيف ايه لهم مثلا ده شكل ده او مثلا ايه طب في بعد كده ليه المساواة اتحاد بين اثنين في كم لما يكون مثلا انت طولك مترين ها وانا طولي مترين الجبال بين وبينك ايه مساواة ايه المساواة دي في الكم والمشاكلة فين في الكيف في بعد كده حاجة اسمها المطابقة المطابقة اتحاد في الأطراف يعني عارف مثلا شو لما تطبق ورقة على ورقة تجد الأطراف كلها متساوية ده اسمه ايه؟ مطابقة في بعد كده حاجة كم دولار باللغة دول؟ مماثلة ومجانسة خمسة في حاجة اسمها مناسبة
المناسبة اتحاد بين اثنين في النسبة إلى ثالث، الله تعالى ليس بينه وبين أحد من خلقه مناسبة. إيه يعني مناسبة؟ يعني مثلا أنت وأنا، إحنا الاثنين بننتسب إلى أب واحد، يعني زيد وبكر أولاد علي، فنسبتهما إلى علي سواء، ده ابن علي وده ابن علي، يعني واحد اسمه علي مخلف اثنين، واحد اسمه بكر واحد اسمه زيد، يبقى متحدين في النسبة إليه، فدي اسمها إيه؟ مناسبة. كم بقى؟ ستة. في بعد كده إيه ثاني؟ نشوف نحن ماشيين في الطريق الحج على بالنا من ايش. قول بعد كده. فإن مولانا جل وعلا ليس بجرم. ليس بجرم. فين أنت؟ صفحة كام؟ 68. أنا معك في 68، وأنت رحت فين ده؟ أول صفحة؟ ده في أول صفحة. خلينا بدور تحت. فإن مولانا جل وعلا ليس بجرم. فاعتقد الواحد الفاسد ما دام هو ليس بجرم، ما احنا مش ما نعرفش ان هو مش جرم يبقى عرض. يعني اذا ما كانش جرم يعني ذات هيبقى ايه؟ صفه. ففي الحال دي اعتقد هؤلاء ان الحق تبارك وتعالى صفه. بيجي واحد يقول لك يعني هو صفه القيام بالنفس معناه ايه؟ معناها حاجتين، انه تعالى غني عن المحل، وانه تعالى غني عن الفاعل. لماذا هو غني عن المحل؟ لأنه سبحانه وتعالى ذات اللي عاوز المحل اللي هي الصفة. يعني الصفة ما فيش حاجة اسمها علم من غير عالم، ولا جهل من غير جاهل، ولا تغفل من غير مغفل. يبقى هنا ايه؟ علم يبقى لازم يبقى فيه ايه؟ ذات يكون بها هذا العلم اللي هو الصفة. إنما هو تعالى ليس صفة، هو ذات وله صفات. طب وليه المشكلة دي كلها؟ عشان قلنا إنه في بعض الضلال في الديانات الأخرى يعتقدون أن الله تعالى ثلاثة. تيجي تقول لهم أنتم مشركين، يقول لك لا إحنا مش مشركين، ده إحنا الثلاثة أو السبعة أو التسعة زي ما تقول، يقول لك هم واحد. كيف؟ يقول لك ما أنت بتقول كده بسم الله الرحمن الرحيم هم ثلاثة. الله وليه أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتوقف عند الثلاثة؟ يقولش بسم الله الرحمن الرحيم الملك. ليه خليتهم ثلاثة وقفت كده؟ عشان هو ثلاثة. تقول له لا، لو كانت هذه ذوات لدخلت الواو، هم مغفلين مش فاهمين. النصارى يقول لك بسم الآب و و والابن و. احنا سمعت مسلم في الدنيا كلها ولا كافر حتى قال بسم الله والرحمن والرحيم. لو جت واحد بثلاثة القضية صفات، وكلها ترجع إلى إيه؟ إلى ذات واحدة. إن فعلا في بعض المخلوقات تعتقد أن الله تعالى صفة، ولما تمسكهم تقول لهم مين هو الأب ده؟ يقول لك يعني صفة الوجود. طب الابن؟ يقول لك ده العلم. طب روح القدس؟ يقول لك الحياة. يعني الله عندهم صفات. لكن النص القرآني الصريح قال إنه بيعتقد أن الله ثالث ثلاثة. وأظن ما فيش حد يعلم اعتقاد البشر زي الإيه؟ زي اللي خلقهم. ألا يعلم من خلق وهو إيه؟ وهو اللطيف الخبير. الناس بيعتقدوا هل ربنا حيظلمهم يقول أنتم بتعتقدوا إني أنا ثلاثة وهم لا يعتقدون ذلك؟ فقد كفر الذين قالوا إن الله. شوف مع الوقاحة المفروض يعني الله هو رب العالمين باعترافهم، ولئن سألتهم من خلقهم لماذا لم يقولون انه هو اول الثلاثة؟ يعني كان المفروض حتى من الادب مش هو ثالث، ده هو واحد يعني رقم واحد، فجعلوه ايه؟ رقم ثلاثة. لب ليه؟ لانه الخلق والرزق والحاجة بينسبوها مش للاب، بينسبوها للابن، والديمومة والحساب والجزاء كل ده بيعمل الاب. امال الاب بيعمل ايه؟ عضو شرفي كده في الايه؟ في التثليث. انما روح القدس ده برضه ليه مهمه، ينزل الوحي، بس روح القدس عندهم مش هو جبريل،
لعندهم روح القدس اللي هو ايه الصفة من صفات الله لصفة الحياة اللي هو اكنون. اما روح القدس بالنسبة للقرآن الكريم قلنا نزله روح القدس اللي هو مين؟ وما لهمش دخل بحكاية جبريل، ليس سيدنا جبريل واحد من الثلاثة، وإلا كانوا بيقال له مين؟ جبريل. اللي هم مين اللي في الثلاثة اللي هو الابن؟ فتسأله كيف الابن صفة وكيف الابن هو المسيح؟ والمسيح ذات، يقول لك أصل عندهم حاجة اسمها إيه؟ الحلول والاتحاد. إن الحلول والاتحاد قرأت كلام الإمام السيوطي تنزيه الاعتقاد عن الحلول وعن الاتحاد، دي عقيدة النصارى اللي هي الحلول. مفيش مسلم بيعتقد أن الله تعالى يقول لك المتصوف، في مجانين في الصوفية أو ناس مثلا عندهم غلاء أو شبهات، الكبار العلماء بيتبرعوا من كده، يرفضون هذا وينكرونه. وما فيش مذهب إسلامي صحيح ولا عقيدة إسلامية ولا فرقة تعتقد بالحلول والاتحاد، فهذا كفر إيه؟ صريح. محدش يتكلم على أنه في حلول والاتحاد عند الصوفية ولا عند غيره، أفرض وجد عند أي حد مرفوض، ما نحن أولاً إحنا مش مكلفين، يعني إحنا مثلا نتبنى الشيء وبعدين نجرب، لا يوجد عند الصوفية هذا الكلام، لأنه كلام الصوفية يوهم ظاهره الحلول والاتحاد ولكن له معنى صحيح، زي ما بيقول ابن فارس انا من اهوى وايه ومن اهوى انا، نحن روحاني حللنا، يعني نقصد معناها هو دخل في صاحب وصاحب دخل فيه اللي هو لا، ده عاوز يقول لك اتحاد، يعني اتحاد بينهما في المراد، يعني اتحدت إرادة العبد مع إرادة الرب فكأنهما الاتحاد في المراد، مش اتحاد في الحقيقة، لا ده منزه عنه الحق سبحانه وتعالى، لا في حلول ولا في. وأول من قال بهذه العقيدة هم من؟ هم النصارى. ويستحيل أن يكون صفة لغيره، والجزء الثاني أبطل المقدمة الثانية. أبطل المقدمة الثانية، ما احنا عندنا مقدمتين، مقدمة أولى ومقدمة ثانية، صغرى وكبرى. وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهي جل. يعني الوهم كده غلب عليه، أنه طالما في ذات لا صفات لا تكون إلا جرما. زي ما واحد لما تيجي تقول له كده ان الله تعالى ليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس فوق وليس تحت ولا على يمينك ولا على شمالك ولا امامك ولا خلفك، يروح يقول لك ايه اذا مش موجود، لانه ايه لا يعتقد ان موجودا لا يكون في جهه ولا يكون متحيزا ولا يكون جرما ولا يكون عربا، لان الوهم الفاسد غلب على اعتقادي فظن ان الموجود لا يكون الا هكذا. يعني زي مثلا لما تيجي في كلام المثال يقول لك شوف الموجودات يا اما ساكنه يا اما متحركه، تمام كده؟ ده الموجودات اللي هي المخلوقه الاجسام، انما يعني اذا ايه ما يعممش، اذا المفروض يبقى فيه قيد كده، اذا الحركه والسكون عما من شانه ان يتصف به. عندك انت ضدين ونقيضين، وعندك التقابل بالعدم والملك، وعندك المتضايقين. يعني معناها ينفع نرفع الاثنين، ها بس بشرط عما من شأنه، ما ينفعش. يعني مثلا لا يمكن ان اقول عن هذا الشيخ ده لا ذكر ولا انثى، مش ممكن، لانه من شأنه ان يتصف بالذكوره، ها فما ينفعش رفع الضدين هنا. إن كان ذكر فهو إيه؟ ليس أنثى، إن كان أنثى فهو إيه؟ ليس ذكر، لكن ما ينفعش نرفع عنه الإيه؟ الاثنين، ننفع نقول لا رجل ده، لا رجل ولا امرأة، ما ينفعش، لأنه يا إما يكون راجل يا إما يكون امرأة، إنما لو قلنا على الحائط ده والعمود ده، العمود ده لا رجل ولا امرأة، إذا الكلام صحيح ولا لا؟ صحيح. ليه؟ لأنه ليس من شأنه، أما الذي من شأنه فإذا الذي من شأنه أن يتصل بالذكورة أو الأنوثة هو مين؟ الحيوان، سواء كان إنسان أو فرس أو حمار أو بقرة، هو اللي بيقول وأنه خلق الزوجين، وما دامت هو اللي خلق الذكورة والأنوثة لا يكون ذكر ولا أنثى، لأنه خلق مخلوقات لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة. الملائكة تقدر تقول على الملائكة ذكور، تقدر تقول عليهم إناث،
هتبقوا الملائكة لا ذكور ولا إناث، لا يأكلون ولا يشربون ولا ينام، شوف كله لا لا لا، يبقى معناها في مخلوقات من خلقه لو وصفتهم بأنهم ذكور أو إناث تكفر، فما بالك لو أنت سحبت الوصف ده، ده ما ينفعش سحب الوصف على كل المخلوقات، فكيف تعممه على كل الموجودات سواء كانت قديمة أو حادثة؟ يعني لا يصح أن تقول أن المخلوقات إما ذكور إما إناث، ده هذا في نوع واحد من أنواع المخلوقات، ولو شاء الله تعالى أن يخلق خلقا لا هو ذكر ولا لفعل، وهو على كل شيء قدير. يبقى إذا الكلام ده عما من شأنه، يعني مثلا الجدار ليس من شأنه أن يوصف بالعلم أو بالجهل، فإذا قلت هذا الجدار لا عالم ولا جاهل صحيح. يبقى إذا لو قلت هذا الإنسان لا داخل العالم ولا خارجه بكذب، لأن الإنسان إما في العالم ما ينفعش كمان يكون خارج العالم، لأنه خارج العالم يعني يعني الله تعالى، وكده هي تعريف العالم، والعالم تعريفه عند المتكلمين كل ما سوى الله، إذا قطعا الله تعالى ليس من العالم، فلو كان من العالم لكان مخلوق قطعا كده الله. والجزء الثاني أفضل المقدمة الثانية، وهي اعتقاد الوهم أن كل ذات موصوف بالصفات فهي جرم. ده وهم، ده وهم، لأن مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات خلاص، وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو ماثل شيء من الحواس، فهو تعالى ذات حقيقة ولا مثل له من الذوات. يعني ايه معنى هنا ايه لو انا مثل اسمه كمل ايه نفي الكمل منفصل على توجد ذات اخرى، انما هو فقط في التسميه ذات، مش معناه ذات يعني من جنس الايه الذوات، ذات يعني ايه يعني. ذات ليها كذا معنى في اللغه العربيه، ما يجي واحد يقول انت لما في مره واحد تلف والله قال لك كذا، يقول لي يا اخي مش احنا بنقول ذات ليست كالذوات، لما احنا نقول له يد ونقول رجل ونقول وجه، لا كان عاوز يقول ما يقال في الذات يقال في الصفات، وريح نفسه ما دام انت بتقول ذات مخالفه لسائر الذوات، هو ذات ولا من ذات؟ ذات. طب ليه ما تقولوش يد مخالفه لسائر الايد وهي يد برضه؟ زعلانين ليه؟ ما دام انتم جعلتوه ذات يبقى معناها يجب ان يكون مثل الذوات. أنا كده رحت قلت عشان تغير الاعتقاد ده ذات لا كالذوات، لا هم مش فاهمين ما المراد بكلمة ذات، ما فهموا ذات يعني جرم، رجعنا لإيه؟ ذات يعني جرم ولا إيه؟ ولا صفات، نقول لهم ذات مش بالمعنى هذا، ذات معناها حقيقة. جبت منين ده؟ من اللغة العربية، كان عاوز يقول لك ربنا ده مش وهم مش خيال، حاجة حقيقية، مين ذات يعني معناها؟ جرم او جسم، لا مش متحيز، هم فهموا من كلمة ذات يعني الجرمية، لانه اذا كان الذات هيبقى صفات اللي هي العرضية، نقول لهم تعالى كلمة ذات خد بالك تطلق في اللغة بمعنى ايه صاحب او صاحبة، يقول لك رجل دعته امرأة ذات منصب، يعني ايه ذات منصب؟ او في آية ثانية كده ايه امن جعل الارض قرارا جعل أما خلق السماوات أنزل السماء بدنا به حدائق ذات بهجة، يعني صاحبة بهجة، فليست ذات بمعنى صاحب، مش معناها كده، لأنه لو كانت بمعنى صاحب في هنا اللغة ما تدخلش عليها الألف واللام، أقول لك رجل ذو علم يعني صاحب، قال تعالى وذنوني اللي هو صاحب الحوت يعني، ولا حتى في آية أخرى بين ولا تكن كصاحب الحوت، يعني ذنون هو صاحب إيه؟ أنت ذا علم يعني صاحب إيه؟ علم، فذا اللي هي بمعنى صاحب ما تدخلش فيها الألف واللام، أمال اللي تدخل فيها الألف واللام يبقى معناها الحقيقة، فين جبنا منين ذا؟ جبنا مثال أو شاهد من القرآن وشاهد من السنة. في القرآن في أول من حافظ أول سورة الأمثال
فاتقوا الله. ما تسألني عن أنفال الحوادث، أقول لك عاوزين اللي فيها الشاهد أجيب الصورة كلها. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. ذات بينكم يعني حقيقة وصلكم، أهي ذات عجبتك. يبقى ذات معناها في اللغة الحقيقة، من ذات يعني معناها الجرم. هم فاهمين ان الذوات لا تكون الا اجراما، ذات الكرسي يعني جسم الكرسي، ذات انما هنا ذات يعني حقيقه. وحتى كمان في حاجه ثانيه كمان هنا، ذات في اللغه تيجي بمعنى كلمه الطاعه. لا مو احنا عارف الجهل سبب ايه؟ عدم فهم اللغه العربيه. ده ايه رايك في الى الان في حاجات في اللغه مش ما تفهمتش ولا حتتفهم. يعني خلاص اذا كان الناس الاساطين الكبار اللي ماتوا زي زمخشري وزي السيبويه وزي ده مره انكروا على الامام الشاطبي قراءه من القراءات السبع، القراءات المتواتره، غلقوه فيها وقوم الدنيا على قراءه ابن عامر، قراءه كذا. وكذلك زين لكثير من المشركين قتل اولادهم شركائهم. شوف القراءه عجيبه. نعم ذات يعني هنا ها ذات بينكم يعني حقيقة ولست أبالي في البخاري اللي هو بتاع سيدنا خباب لما قتلوه ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي وذلك في ذات الإله. يبقى ايه معنى في ذات الإله؟ في طاعة الله سبحانه وتعالى. جذات بمعنى ايه؟ بمعنى الطاعة. جذات الله يعني في طاعته سبحانه وتعالى. إذا لو بحثنا في اللغة، هم أول ما سمعوا كلمة ذات راحوا فهموها ليه؟ إنها هي جرم. يلا يا سيدي. فإن مولانا جل وعز ذات موصوف بالصفات، وهو مع ذلك يستحيل أن يكون جرما أو مماثلا لشيء من الحوادث، فهو تعالى ذات حقيقة. هو تعالى ذات حقيقة. فهو تعالى ذات حقيقة أو ذات حقيقة، يعني ذات يعني حقيقة. قلنا ذات كم معنى كلمتين تمشي؟ ها؟ إيه هم يقول؟ حقيقة ايوه الجرم. هم ما فهموش غير معنى واحد اللي هو ايه؟ اللي هو الجرم. فيسمع كلمه ذات ويقول خلاص ما دام ذات يعني جسم لا كالاجسام، يبقى نقول ايه؟ في صفاته يد لا كالصفات ووجه لا كالوجوه والى اخره. واضح ولا مش واضح؟ ولذلك لما يقول جسم لا كالاجسام ده تناقض، لانه لو كان جسما لكان كالاجسام. مفيش حاجه من جسم لا كالاجسام. يعني معناها كأنك قلت إنه جسم وليس بجسم، وهذا خبل اعتقاد يعني لا يعتقده إلا مجنون، بل المجنون لا يعتقد ذلك. يقول لك جسمه خلاص، لما يقول الجسم مش جسم، يعني كلمة جسم ها، يبقى كل الأجسام متساوية أو متماثلة في الجسمية. فإذا قلت لا كالأجسام، يبقى طلعت إيه؟ نفيت ما أثبته أو أثبت ما نفيته. وما ليه معنى ذات؟ يعني حقيقة. اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، يعني حقيقة وصلكم. أما ذات اللي بمعنى صاحب على مثل إيه؟ عدم دخول الألف واللام عليها. ما تقولش فلان ذو علم، ينفع فلان ذو علم، ذو أدب، امرأة ذات منصب وإيه؟ هذه هي بمعنى صاحب. وذات بمعنى حقيقة اللي تطلق على الله تعالى، وذات بمعنى طاعة. ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان، وذلك في ذات الإله، يعني في طاعة مين؟ في طاعة الله تعالى. واضح؟ فهو تعالى ذات حقيقة ولا مثل. إذا أراد أحد أن يستخف بعقولكم يقول لك قول كذا إنه ذات لا كالذات، يعني عاوز يقول لك إيه؟ يعني جرمه لا كالأجرام. يلا.
تعالى ذات حقيقة ولا مثل له من الذوات. وبهذا الجزء الثاني باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحالة. هذا زي يجي على سبحانه زي الفرد زي كلمة الوجود. مش بنقول على الله تعالى بنصف بالوجود شيء ونصف العالم بالموجود موجود. وما ليه الفرق؟ هل ده مشترك اللفظ ده؟ يعني بين القديم والحادث ولا ده بيسموه ايه؟ الكل الايه؟ المتواطئ ولا الكل المتواطئ؟ هل هو من قبيل المشكك ولا من قبيل المشترك؟ مبالغ ممكن يكون مشترك بس المشترك على نوعين، في مشترك لفظي وفي مشترك معنوي. ما ضابط ما هو الضابط؟ ايه معنى المشترك اللفظي؟ ايه معنى المشترك المعنوي؟ عارف المشترك اللفظي معناه ايه؟ اللفظ واحد، المشترك اللفظي لفظ واحد ولكن المعنى مختلف. زي ما نقول ايه؟ عين. عين ده يسموه مشترك ايه ده؟ لفظي. يعني عارف البئر اسمه ايه؟ عين، عين اللي يشرب بها. واللي انت بتنظر بها اسمه ايه؟ عين. وبعدين عندك ايه؟ الجاسوس يقول لك انا حافظ رصدهم عين، يعني جاسوس. شوف كم معنى ولفظ واحد. حتى الشمس يقالوا عين، ويقال على النقدين اللي يقول لك عين، والعقار يقول لك انا امتلكت العين او شغلت العين. هذا كله ده اسمه مشترك ايه؟ لفظي. يبقى نجعل الكلمة في الوجود من هذا القبيل، فهي مشترك يعني يقال على الله تعالى موجود على المخلوقات ولكن في اللفظ، لكن المعنى مختلف. زي ذات عين وزي ذات ونزل فيه. طب ايه المشترك المعنوي؟ يبقى المشترك المعنوي اتحاد في اللفظ واتحاد في المعنى. المشترك معنوي اللفظ واحد والمعنى واحد. انما هناك لما كان مشترك لفظي كان اللفظ واحد والمعنى متعدد. ده مثل ايه المشترك المعنوي؟ زي انسان. شوف كده انت ايه؟ انسان، وانت انسان، وانا انسان، وانت انسان. واللفظ واحد والمعنى واحد. ما الاختلاف ايه؟ في الافراد. انت عبد السلام وده عبد المسيح وده عبد السلام. خلاص كده يبقى هنا الاختلاف في الافراد. فهمت كده؟ مشترك لفظي ومشترك ايه؟ معنوي. ولذلك الامام الشافعي رضي الله عنه جعل الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم دائما ان الله ملك يصلي، ربنا يصلي، الملائكه تصلي، الناس تصلي، وهو لفظ واحد لكن المعنى واحد. ابن هشام جعله من المشترك المعنوي، يعني جعل المشترك واحد، اللفظ واحد والمعنى واحد، اللي هو ايه؟ العطف. بس العطف هو اسمه عطف، بس بالنسبه لله غير بالنسبه للملائكه غير بالنسبه للانسان. شوف كده؟ يبقى المعنى واحد اللي هو العطف. ايه معنى العطف؟ لازم يكون عاطف معطوف عليه اثنين. يعني مثلا ايه؟ في واحد ينثني او يجي كانوا العرب يقولوا في الخيل لما كانوا يلعبوا السبق كانوا الفرس دي الاول يقولوا عليه ايه؟ سابق الاول في المسابقات. طب اللي يجي بعده وراه على طول يعني عطف عليه يسموه ايه؟ المصلي. اللي انعطف عليه قال لك يعني اذا العطف ده معناها علاقه بين عابد ومعبود، بين ايه؟ بين اثنين. يبقى في مشترك لفظي وفي مشترك ايه؟ يبقى نجعل الوجود مشترك ايه؟ لفظي. وكذلك ايه؟ كلمه ذات مشترك لفظي، لانه لا يمكن. اذا كان سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه بيقول ايه؟ لا يوجد في الآخرة يعني من النعيم مما هو في الدنيا. في الدنيا في رمان وفي وفاتها وفي مثلا ايه هو يعني نعيم وألوان من الأطعمة. قد تكون في الآخرة نفس الأسماء فيها فاكهة ونخل ورمان،
بل انتم لا تظنوا انه الفاكهه هي الفاكهه او الرمان هو الرمان او النعيم هو النعيم. قال لا يوجد في الجنه مما مثله في الدنيا الا الاسماء. يبقى معناها ايه؟ اذا كان فيه شيء في الخلق فقط مشترك مع الاخره في الجسم فقط، فكيف يكون حاجه مثلا بينك وبين القديم وبين الحادث تكون في المعنى واحد؟ الجسم ده مشترك ايه؟ مشترك لفظي، يعني هو موجود وانت موجود ولكن المعنى ليس واحدا بين القديم وبين الايه؟ وبين الحادث. يلا لا هو اصلا لو قلت يدي معناها الجارحه والجسميه ولا لو قلت لك الايدي انت رحت لغيت اللي انت ايه اثبته، يبقى انت من حال لا انت مش معتقد حاجه، لسه ايه بتبحث عن شيء. واضح ولا لسه ما زالت في ذهنك الموضوع ده؟ احنا لما فهمت المعنى يعني بنقول ان دي حكم الذهب ولا ليها معنى احنا لا احنا قلنا مع الامر احنا عندما قلنا بالتفويض بتفويض هذه الالفاظ على المعنى الذي علمه الله تعالى، هذا هو التفويض. ليس التفويض معناه نفي المعنى، نفي المعنى اسمه ده تعقيم مش تفويض، هذا اسمه ايه تعقيم. يلا عشان نخلص. وبهذا الجزء الثاني بينت ذكر تعالى سائر الذوات الحادثه، فإنه إن كانت غنية عن المحل، يعني عاوز يقول لك الذوات الحادثة دي حقائق وكذلك الذات الإلهية دي حقيقة، يقول الاشتراك بينهما في الايه؟ في اللفظ، وليس بالضرورة أن تكون أن الذوات الحادثة لا تكون إلا أجراما، إذا فالذات القديمة جرم، ليس هذا هو المراد، إنما بس اشتراك فين؟ في اللفظ. فإنه إن كانت غنية عن المحلي، لا إن كانت غنية كان فين خبر كان، فإنها وإن كانت غنية اللي هي إيه؟ إيه اللي هي غنية؟ الذات الإلهية غنية عن المحل، إيه معنى المحل؟ ليس معناه المكان، المحل مش معناه المكان، حيأتي في مواضع أخرى أن المراد بالمحل المكان. عندما نقول ان ذاته او انه تعالى قائم بنفسه يعني معناها ايه؟ معنى صفه القيام بالنفس في كلمتين، انه تعالى مستغن عن المحل وانه تعالى مستغن عن الفاعل يعني المخصص. والمراد بالمحل الذات، اما اذا اريد بها المكان فهذه داخله في صفه المخالفه للحوادث. فإنها إن كانت غنية عن المحل أي لا تكون صفة قائمة بغيرها فهي مفتقرة إلى الفاعل افتقار لازما لا يمكن انفكاكها عنه لوجوب حدوثها وافتقارها إلى المولى الكريم ابتداء. وفي هذا المجلد الثاني بيّنت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة، بيّنت إيه معنى بيّنت؟ خالفت وغايرت. تسمع كلمة البينونة يعني يقول لك امرأته بانت يعني انفصلت، البينونة باينت ذاته تعالى سائر الذوات الحادثة. فإنها وإن كانت أي الذوات الحادثة غنية عن المحل أي لا تكون صفة قائمة بغيرها. مفهوم الكلام أنا مش عارف مين اللي فاهم ومين اللي مش فاهم، إذا كان حد مش فاهم أنا ليه الظاهر؟ أنه في الظاهر بالنسبة للظاهر اللي عندي الآن مش فاهمين، فما بالك بالباطن ده؟ قول لي إيه معنى العبارة اللي عن العبد دي؟ إن ادعيت الفهم أصدق الدعوة بتاعتك، هذه فيها راحة، من ادعيتني وقلت أنا فاهم أنت عشان كده ريحت وأنت المسؤول مش أنت. العبارة اللي عندي فإنها وإن كانت اقرأ فإنها وإن كانت غنية عن المحل. إذا كانت مش عارف الصوت أكيد غنية عن المحل، وإن كانت غنية عن المحل كي لا تكون لا قول له فإنها وإن كانت غنية الضمير يرجع إلى المستتر. لا
هذيك ضللت ضلالا بعيدا. فانها ان كانت عن الذوات الحادثه فهو الذوات الحادثه ايضا غنيه عن المحل، لان ما في ذات راكبه على ذات، كل ذات قائمه بايه؟ بنفسها. الذوات الحادثه يعني شوف شوف كده يعني وكل حاجة تهمنا في القياس. فإنها وإن كانت غنية عن المحل أي لا تكون صفة قائمة بغيرها، هي مفتقرة إلى الفاعل افتقارا لازما لا يمكن انفكاكها عنه لوجوب حدوثها وافتقارها إلى المولى الكريم ابتداء. والحاصل يلا ما من الصبح احنا بنعمل ايه لما نقول لسه الرفع انا قلت الحمد لله الراجل اللي هو من العجم فيه عاوز انت تقول ما عشان كده هو لازم تحط حاجات في دماغك من الهواء كانك انت اللي تقول على الرفع الحادثة مستغنية عن المحلات المعتدة. أيوة تمام صح، الذوات الحادثة أيضا مستغنية عن المحل. إيه الفرق بين الذات القديمة والذوات الحادثة؟ المخصص، الذوات الحادثة مستغنية إلى الفاعل، فهم هم معنيان مش معنى واحد. كده أنت ماشي معايا في المنظومة. فهمت؟ يلا مولانا. والحاصل أن في الجزء الأول من معنى القيام بالنفس باين جل وعلا والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس الجزء الأول ما هو؟ استغناؤه تعالى عن الإيه؟ عن المحل، ده الجزء الأول. طب الجزء الثاني استغناؤه تعالى عن الفاعل اللي هو المخصص. يبقى بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس باين جل وعلا سائر الصفات فليس من جنسها، يعني الله تعالى لا جنس لذاته ولا جنس لصفاته، يعني لا يوضع تحت جنس، لأنه لو كانت توضع تحت جنس لكانت نوعا، والجنس تحته ايه؟ أنواع. أنواع. والنوع تحته ايه؟ تحته أفراد. ولو كان جنسا هتبقى في مصيبة ثانية اللي هي ايه؟ هيتركب الجنس من ايه؟ من الفصل وهي ثاني هيبقى في جنس قريب وفصل قريب، انه هيتكون من الجنس والفصل النوع، وهي معنى النوع اللي هو ايه؟ جنس قريب وفصل ايه؟ قريب، يبقى كده مع بعض اسمه ايه؟ اسمه نوع، لا في جنس زي ما كنت بتكلم ولا في فصل ولا في خاصة ولا في عرض عام ولا عرض مفارق ولا حاجة، ده كله ده فيه فيما هو حادث مركب. والحاصل أن بالجزء الأول من معنى القيام بالنفس باين جل وعلا سائر الصفات فليس من جنسها. وبالجزء الثاني ما هو الجزء الثاني؟ استغناؤه تبارك وتعالى عن الفاعل. طيب لماذا استغني عن الفاعل وأنت لا تستغني عن الفاعل؟ نحن قلنا هو ذات والمخلوقات ذوات، وطالما المخلوقات لها فاعل وهي ذوات وهو تعالى ذات، فكيف يفارقها؟ يعني كيف يباينها؟ كيف يختلف عنها؟ بس كده تبع، لأنه واجب الوجود وهي جاهزة الوجود، فالذي لا يحتاج إلى الفاعل إنما هو واجب الوجود لا جائزه. هنرجع تاني نقول لك إيه معنى واجب الوجود؟ إيه معنى هو تعالى واجب الوجود؟ يعني وجوده تعالى واجب، يعني ليس جائزا وليس مستحيلا. ويمع الواجب الذي لا يتصور في العقل عدمه، ويمع المستحيل الذي لا يتصور في العقل وجوده، ويمع الجائز
الذي يتصور في العقل وجوده وعدمه. قال الدردير رضي الله تعالى عنه: أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام. فافهم ونحن لذة الإفهام. يبقى لازم تنظم كده الأقسام للأحكام العقلية الثلاثة: الوجوب والاستحالة والجواز. هو من أي قسم؟ واجب. وذلك الدردير لما عرف قال الواجب هو إيه؟ الثابت العقلي الذي لا يقبل الانتفاء. وذلك هي معنى أنه تعالى موجود يعني ثابت، يعني موجود ليس معدوما، مش معناها موجود يعني وقع عليه، يعني لم يكن، يعني كلمة موجود لها ثلاث معاني. عارف لو كانت موجود اسم مفعول لا يجب إطلاقها على الله. ليه؟ لأنه ما تقول، ما ينفعش تقول كده إيه؟ يقول لك شيء لم يكن موجود وأنت إيه؟ أوقعت أو صنعته، أخرجت اسم إيه ده وجود. عارف اسم الفاعل إيه؟ هي وجد، هي من وجد ولا من أوجد؟ لو كانت وجد هتبقى واجد اسم الفاعل. طب واسم المفعول هيبقى إيه؟ ها؟ لا، هيبقى ايه؟ موجود. انما اوجد هيبقى اسم الفاعل موجد واسم المفعول موجد. يبقى هي مش من وجد، لانه كلمه انا ابحث عن شيء حتى عثرت على شيء كان مفقود. يبقى يقول لك اقول لي وجدته، ايه معنى وجدته؟ يعني خلقته؟ لا، ده عثرت عليه، كان ضائع منك. مثلا ضاع منك درهم وقعدت تبحث عنه يمين شمال وجدته. هل معنى وجدته يعني كان عدم؟ ولا هو كان انت ما عارفش تصل ايه؟ يبقى هو موجود. يبقى الوجود هنا ضد ايه؟ الفقر. موجود ومفقود. مفقود يعني مش عارفين فين موجود. يبقى ده ما ينفعش المعنى. طب وموجود يعني معناها انه وقع عليه الوجود زي ما وجود المخلوقات؟ لا. ما هي معنى موجود؟ موجود يعني معناها ليس معدوم، يعني حقيقة، يعني شيء حقيقي، مش عدم، مش خيال، مش وهم. واضح كده مش واضح؟ إذا زمان كان يجيبوها لغز في الطيور. الله تعالى غير موجود، يعني معناها غير موجود يعني غير واقع عليه الوجود من غيره. بمعنى إنه واحد، معناها بثلاث معاني لكلمة موجود. موجود اسم مفعول، هذا كده ممنوع يطلق على الله. اذا معناها كده بتفرق انه في واحد فاعل اسم مفعول، يبدو زيد مضروب. مضروب يعني في له ايه؟ ضرب. هذا شيء مصنوع، وله ايه؟ معنى. وبهذا المعنى يستحيل اطلاقه على الله تعالى. طيب موجود يعني ايه؟ عثرنا عليه بعد ان كان مفقودا، برضه ده معنى يستحيل. بقي المعنى الصحيح اللي هو ايه؟ موجود يعني ليس معدوم. هو ده ايه المعنى؟ اذا قلت الله موجود هو ده المعنى الصحيح، يعني ليس معدوما، ليس عدم، ده هو موجود. زي ايه؟ تأتي كلمات في اللغة العربية تلقى لها معاني توهم ايه؟ اشياء فاسدة، ولها ايضا معنى ايه؟ صحيح. يعني مثلا كلمة ايه؟ السلام في اللغة، كلمة السلام مش ملاش معنى واحد، لها ثلاث معاني. عارف السلام معناها النجاة، يعني ربنا دعوتي، ربنا يسلمك، يعني ينجيك. ومنه قوله تعالى: فسلام لك. السلام هنا لو كانت التحية كان بيجي عليك، سلام عليه. لما إذا جت بالله يبقى معناها ايه؟ تضمنت معنى النجاة. فسلام لك يعني نجاة. والسلام بمعنى التحيه، السلام عليكم والتحيه. والسلام بمعنى الاستسلام والخضوع والانقياد. فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، ان ينقادوا. في ثلاث معاني. ولذلك تجد ان الله تعالى عندما قال ان الله وملائكته يصلون لم يقل ويسلمون، انما لما امرنا ان يصلوا عليه ويسلموا. ليه؟ لانه في واحد من المعاني
لا مهم، لا يليق إيه؟ إضافته إلى الله تعالى والانقياد والخضوع والاستسلام، ولا إلى الملائكة، لأن الملائكة غير منقادين غير مكلفين بشرعه، إنما مكلفون بالإيمان به. أهو جاي شهر رمضان إن شاء الله، الملائكة مكلفين بالصيام مش مكلفين بالشريعة بتاعتنا. عشان قال إن الله وملائكة يصلون، ولم يذكر كلمة إيه؟ ويسلمون. إنما أنت إيه؟ منقاد وخاضع ومقيد. فعشان كده قالك إيه؟ ولذلك تجد ربنا لم يؤكد الصلاة، قال صلوا عليه صلاة، إنما أكد في السلام وسلموا تسليما. ده بالتأكيد يجي في الحاجة المهمة، ولا في الحاجة اللي هي الأهم. الأهم الصلاة، السلام تابع لها، ما ينفعش لازم تصلي الأول وتجعل السلام تابعا للصلاة، لا العكس. قال لك لأنه التهاون اللي عاوز تأكيد الشيء اللي يتهاون فيه، يعني مثلا تجد كثيرا من الناس يتهاونون في السلام، يقول لك صلى الله على محمد وما يقولش وسلم، فراح دي اللي عاوز تأكيد، إنما الحاجة المضمونة هتحصل مش عاوز إيه؟ مش عاوز توكيد. يلا الحاصل أن الجزء الأول من معنى القيام بالنفس باين جل وعلا سائر الصفات فليس من جنسها، وبالجزء الثاني باين سائر الذوات فلا شبيه له. مفهوم الجزء الاول والثاني ولا يشاركها في احد. اسمك انت يا نسيم؟ انت احمد. احمد ايه؟ احمد سليم. ما اسمك مكتوب على الكتاب؟ بس الكتاب رحمه. ولا يشاركها في اجناسها ولا في فصولها ولا في خواصها. اوعى تقول بالخاصه ثاني. والنارك برضو هقول لي مش المعنى ده غير المعنى اللي في المنطق. لا في أجناسه، إنه لو كان من جنسها لكان حادثا، ولا في فصولها، لأنه لو كان في فصل لازم حجم على إيه؟ الجنس هيطلع منهم ليه؟ النوع. ولا في خواصة، لأنه في خاصة لازمة وفي خاصة إيه؟ مخالفة، في شاملة وغير شاملة. فقولنا في أصل العقيدة يعني في مكة أي ذاتا موصوفا بالصفات غنيا عن المحل، هو تفسير من الجزء الأول من القيام بالنفس، وهو الذي منع كونه تعالى صفة. ودي مهمة جدا جدا. واحد يقول لي هو في حد بيعتقد أن رب العالمين صفة؟ يقول لك في مين أخواننا اللي البعض مش الوهابي المسيحيين بيعتقدوا أن الله تعالى صفة، لأنه عنده الأقانيم كده الأب والابن والروح القدس. يقول لك ده إيه؟ صفات من الذوات. صفات يعني يقول لك الأب الوجود والابن العلم والروح القدس الحياة، دي صفات. دائما تقول بسم الله الرحمن الرحيم العزيز، كلها دي صفات. قل إن الله أعوذ الرحمن أيما تدعو فله إيه أسماء. بس هنا في مشكلة، لأنه في واحد من الأقانيم الثلاثة يعني واضح من المسيح، واحد من مين اللي دخل في الشركة الثلاثية؟ سيدة مريم مش داخلة في الثلاثة، ولا سيدنا جبريل. اللي داخل في الثلاثة قطعا المسيح، وهو ليس صفة، ده داخل. هتقول لهم ايه؟ وذلك ابن تيمية يقول لك عبارة ثانية في كتاب الجواب الصحيح لمن بدل دينه، يقول والنصارى حيارى متناقضون، مش فاهمين الموضوع. إن جعلوا المسيح عليه السلام، إن جعلوا الأقانيم الثلاثة إن جعلوها صفات، امتنع أن يكون عيسى إله، ما هو عيسى ذات. إن جعلوها الثلاثة دي صفات العلم والوجود والحياة، يبقى كده أنت اعترفت أن المسيح مش إله. وإن جعلوها ذوات، يبقى صرحوا بالشرك. وصدق الله تعالى إذ قال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث إيه؟ هم لما كلامهم مش شرك وعقيدتهم ما فيهاش تثليث، يلزم من هذا كذب القرآن. والقرآن بيتكلم عن مين؟ عن مين؟ عن اليهود؟ عن احنا عن المسلمين؟ عن المجوس؟ عن مين بقى؟ خلاص انتم مش مشركين، انتم موحدين، امال الكلام ده لمين؟ أأنتم أعلم أم الله؟ وهو الذي منع كونه تعالى صفة. إذا إيه اللي منع كونه تعالى صفة؟
وزيادتنا الوصف ببنيا عن المحل تكتب ببنيا وهي الباحر في يرود بلي عجل الحكاية على الحكاية زي ما هي كان تحكي اللفظة كما جاء زي ما نقول في القرآن سورة المؤمنون المضاف المضاف هي كيف سورة المؤمنون سورة المؤمنين لا واللفظ اللي جاء في القرآن جاء بالرأس خلي زي ما هو قد أفلح المؤمنين ولا المؤمنون حتى ما فيش مجاملة حتى في سورة الكافرون نفس الحكاية ما حدش يقول سورة الكافرين يقول لك لا اللفظ جاء في القرآن بالرفع لا إيه قل يا أيها الكافرون لا أعبد منجيب هذه ما هي اسم هذه الحكاية الرفع هي الحكاية تحكي اللفظ كما ورد وما أحسن ما صنعه الشاطبي في حرز الأمان دائما كان يجيب اللفظ من القرآن زمه كما هو يلا والذي صنع كونه تعالى صفة وزيادتنا الوصف بغنيا عن المحل بعد قولنا ذاتا موصوفا بالصفات للتأكيد وإلا فكل يعني أقول لك زيادة كلمة موصوف بالصفات بعد ذات قال لك دي تأكيد هي لأنه كل ذات موصوفة بالصفات فهي غنية عن المحل أي عن ذات تقوم بها فقط تأكيد أحيانا يجي كلمة لا تفيد شيئا جديدا إنما بس تفيد تأكيد المعنى ليه؟ المعنى السابق واضح؟ وده تحتاج أنت إيه؟ الطريقة دي في الخبرة تحتاج إلى مؤكدات وإلى مترادفات عشان تقول إيه الفكرة اللي عندك ما عندكش غيرها فلو انتقلت الفكرة الجديدة هتجيب عبارات جديدة فتقول أنت إيه تجيب مترادفات ما هو المعنى واحد كل الخبرة ساعة ساعة ونص وما تغير فكرة واحدة فقط لذلك الناس ما تمنش ليه لأنه بينوع في الألفاظ إنما اللي فاهم خلاص يقول لك ما فيش حاجة جديدة وقولنا والفاعل هو تفسير للجزء الثاني ناخذ تفسير للجزء الثاني خلاص والفاعل هو تفسير للجزء الثاني من جزء اي القيام بالنفس وهو الذي منع توهم كون ذاته تعالى تشبه شيئا من الذوات أما برهان الجزء الأول وهو أنه تعالى ذات لا صفة فما أشرنا إليه في أصل العقيدة هو أنه تعالى لو كان صفة لزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية افهم كده يعني لو كان الله تعالى عما يقول هؤلاء علوا كبيرا لو كان صفة هل بمين يعني تقول ربنا سبحانه وتعالى مثلا قدرة أو علم هل بمين أنه يمتنع اتصافه بصفة لأن الصفة لا توصف لا يوصف بها فلو كان هو العلم لامتنع اتصافه بالقدرة لأننا لا نقول العلم قادر أو القدرة عالمة هذه مهمة جدا ولو كان تعالى صفة لازم أن لا يتصف بالصفات الوجودية مش هيتصف بأي صفة لأنه لا يمكن في صفة تتصف بصفة وهي صفات المعاني التي هي القدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام هل يقول أحد في الدنيا إن القدرة متكلمة أو القدرة عالمة أو القدرة خالقة ممكن يقول واحد مجازا كده واحد يخطو خبرة يقول لك إيه انظر إلى صنع القدرة الإلهية لو اعتقد ان القدره الالهيه هي اللي صنعت وهي مشاركه للذات كفر انه جعل الصفه شريك النبع هي مجاز يعني القدره هي التي قامت بالذات فنسبه الخلق والرزق الى الصفات مجاز انما في الحقيقه الذات الخالق هو الله وليس هي القدره انما الذات الموصوفه بالقدره لان الذات لو لم تكن موصوفه بالقدره لما كانت خالقه فيجوز ان نقول مجازا انما حقيقه اعتبر انت ايه اشركت الصفات مع الذات مع ان الصفات ليست هي الذات وليست هي غير الذات اما برهان الجزء الاول وهو انه تعالى ذات لا صفه فما اشرنا اليه باصل العقيده
وهو أنه تعالى لو كان صفة لزم أن لا لو كان صفة لزم أن لا يتصف بالصفات الوجودية. إيه عارفين الصفات الوجودية يعني؟ لأنه الصفات إما أن تكون وجودية للمعاني، ما أن تكون سلبية للخمسة. طب المعنوية مدخلة فين؟ في الوجودية ولا في السلبية؟ أين تدخل الصفات المعنوية؟ تحت ليه الوجودية ولا تحت السلبية؟ لا تدخل هنا ولا تدخل هنا. ده قسم واحد قاعدة من تقسيم الصفات كده. صفات سلبية يعني عدمية، وصفات وجودية لها تحقق ووجود، ولو كشف عنا الحجاب لرأيناها كما قال إيه الصوفية الكبار يعني. وصفات ثبوتية يعني ثبوتية يعني لا هي عدمية ولا هي وجودية، اللي هي المعنوية للأحوال، لأنه عرفوا الحال بأنها صفة، الحال صفة لموجود لا موجودة ولا معلومة، لأنها لو كانت موجودة لكانت من المعاني، ولو كانت معدومة لكانت من السلبية. فيقال هي ثبوت، يعني لها ثبوت وليس لها وجود، لأن الثبوت أعم من الايه؟ من الوجود. فذلك تيجي مثلا كلمة شيء في القرآن الكريم تطلق على ايه؟ لو جبت معناها في اللغة هترتاح. في كتاب السيبويه، السيبويه اللي هو أصل اللغة كلها، يقول شيء ممكن يراد بكلمة شيء يعني معناها ايه؟ الشيء اللي هو الموجود. الحاجة دائما مذهب الأشاعرة عندنا الشيء هو الموجود، وثابت في الخارج الموجود. يعني عاوز يقول لك إنه الشيء هو الموجود. مثله إيه؟ مثل ذلك أو الدليل على ذلك قوله تعالى وأحصى كل شيء عددا، لأنه إذا دخل في الإحصاء والعد لابد أن يكون موجودا، لأن المعدوم لا يعد. هتعد لو ما فيش أعمدة هنا في أقول لك عد الأعمدة معدومة هتعد إيه؟ ده ممكن تعد مليار ومش هتعد، ما فيش حاجة. فإذا لا يعد يعني لا يدخل في الإحصاء إلا إيه؟ إلا الموجود. هنا أحصى كل شيء يعني كل موجود. ففي قوله تعالى والله على كل شيء قدير، ما ينفعش الشيء عن الموجود. يبقى الشيء هنا معناه الممكن، لأن الله تعالى قادر على إيجاده يعني على إخراجه من الإمكان من العدم إلى الوجود. في والله على كل شيء قدير، شيء هنا معناه إيش؟ الممكن. فأحصى كل شيء عن الموجود. والله بكل شيء عليم. يبقى هنا الموجود والمعدوم والممكن، يعني الأقسام الحكم اللي هو يعني والله بكل شيء عليم، يعني عالم بذاته، أن يطلق على الله تعالى شيء وعالم باللي هو غير موجود اللي هو المستحيل، وعالم بما يمكن أن يوجد ويمكن أن يعني يدخل فيها. إذا معنى والله بكل شيء عليم أوسع من والله على كل شيء قدير، لأن الله على كل شيء قدير خاصة بالممكن، أما بكل شيء عليم تشمل الثلاثة الواجب والممكن والمستحيل. يبقى معنى الله بكل شيء عليم يعني بكل شيء يعني بكل معلوم. ده شيء هنا معناه إيه؟ معلوم. وأحيانا يراد بالشيء هو الشيء المقدر في الذهن، إنما أمره إذا أراد شيئا. يبقى هنا إيه؟ شيئا يعني مقدر، بس طبعا بالنسبه للانسان يقول مقدر في الذهن، بالنسبه لله مقدر في علمه. يعني الشيء الذي علم انه سيوجد، لانه لا يمكن يكون شيء لا يعلمه، معناه شيء قدر ايه؟ ان يوجده. وكم معنى عندك؟ معلوم وممكن ومقدر وموجود. شوف كده ايه؟ اذا لما تسمع كلمه شيء ما تفهمهاش على ايه؟ على معنى واحد، افهمها في السياق. يعني في معنى في آية يختلف عنه في آية أخرى. لماذا تقول شيء على العموم؟ تشمل كل شيء حتى الله تعالى. اللي هو إيه؟ الشيء بمعنى المعلوم. إنه والله على والله بكل شيء عليم، ده ما تقدرش تقيمها. هتخيلها تقول إيه؟ جعان كل شيء حتى ذاته وصفاته.
انما والله الله خالق كل شيء اذا لازم تكون مقيده هنا، لانه لو سبتها مفتوحه هتشمل ذاته، لانه هو يقول اي شيء جعلته هو نفسه في الايه في الخلق، اذا لازم تقيدها شيء يعني هنا ايه الله خالق كل شيء يعني كل موجود، كل شيء موجود يعني شيء بمعنى ايه يعني كل الموجود في العالم ده خالق مين؟ الله تعالى. الله خلقكم وما ايه وما تعمل. ده شوف السياق رايح فين وبعد كده حدد فين يا مولانا. وهو انه تعالى لو كان صفه لازمه الا يتصف بالصفات الوجوديه وهي صفات المعاني التي هي القدره والاراده والعلم والحياه والسمع والبصر ولا بلوازمها. ايه المقصود بلوازمها؟ الصفات المعنويه. يبقى الصفات المعاني ملزومه والمعنويه لازمه. طب المعتزله انكروا المعاني ولا المعنويه؟ بصورة ممكن تكتفي ب13 صفة وما تثبتش الايه زي مدى الامام الاشعري، ما تثبتش السبعة اللي هم كونه وكونه. وتصور مع انه المعتزلة انكروا صفات المعاني لكنهم لم يكفروا. عارف الانكار كفر اللي هو المعنوي، لانك لو اذكرت المعتزلة انكروا مش انكروا ان الله تعالى قادر او كونه قادر، انكروا انه في صفه زياده على ايه على الذات، وقالوا انه الذات عالم بذاته يعني مش بقدره مش بعلم ولا قادر بقدره، الذات هي العلم. طبعا هيترتب على مذهبهم لوازم كثيره تدعو الى الكفر، وهم فكروا نفسهم ايه يعني من المبالغه في التوحيد، يعني وحدوا الحق تعالى حتى جردوه عن الصفات خوفا من ايه؟ من تعدد القديم، وده خطا. لانه لو قلنا انه عالم بذاته، قادر بذاته، ايه اللي هيلزم على كده؟ هيلزم انه تكون الصفات كلها صفه واحده. يعني لو كانت الذات هي العلم، والذات هي القدره، والذات واحده، هيلزم ان يكون العلم هو القدره، الذات واحده، والذات هي العلم، والذات هي القدره، والذات هي الحياه، والذات هي الاراده. ومعناها ايه؟ العلم هو الإرادة، والإرادة خطأ الكلام ده، هل قال به أحد؟ وكلمة الخوف من تعدد القدماء، يعني لأن القديم لا يتعدد، برضه مردود عليه. لأن الذي يضر التوحيد هو تعدد الذوات، وليس تعدد الصفات. اللي يضر ويخالف التوحيد ويخالف العقيدة تعدد، إنما تعدد الصفات لا. والدليل القطعي دل على وجوب اتصافه تعالى بها، فليس بصفة، لأن الصفة لو قبلت أن تتصف بالصفات الوجودية لاستحال عروض كل صفة عنها كما في الذوات، لأن القبول نفسي فلا يتخلف. مفهوم كلمة القبول نفسي فلا إيه يعني، لأنه نفسها كده مش شيء يعني يقتضيه، نفس الصفة لا تكون إلا ذلك. وذلك يستلزم يعني مثلا تعالى مثلا الله تعالى يريد الإرادة، إيه معنى الإرادة؟ الإرادة معناها التخصيص الممكن ببعض ما يجب. فرح أنت تقول لي لماذا تكون الإرادة مخصصة؟ يعني التخصيص بين الجسم للذات أو للقدرة؟ فتقول له التخصيص في الإرادة في أمر نفسي، والأمر النفسي لا يعلم. يعني زي مثلا اسمك أنت إيه؟ تقول له أقول لك ليه اسمك كده؟ أهو اسمي كده وخلاص. فالإرادة لا يمكن تكون إرادة إلا إذا كان فيها تخصيص، فتيجي يقول لي لماذا تخصص؟ أقول لك التخصيص فيها أمر إيه؟ نفسي لا يعلم، يعني لا يقبل التعليم. في حاجة ثانية؟ لأن القبول نفسه، وذلك يستلزم سؤال دخول ما لا نهاية له في الوجود، لأنه يجب لصفة الصفة، ما وجب للصفة الأولى من اتصاف الصفات الوجودية ثم هكذا إلى ما لا نهاية، وذلك لا يعقل. ومن هنا تعرف استحالة قيام الصفة بالصفة أن القبول، وأن قبول الاتصاف بالصفات الوجودية ولوازمها من خصائص الذوات لا مشاركة بينها وبين الصفات، وإنما خصصنا البرهان بالصفات الوجودية ولوازمها
لأنها هي التي تقوم بموصوفها ويلزم فيها دخول ما لا نهاية له كل منه. أما الصفات النفسية، نحن نقف على كلمة أما إيه؟ الصفات النفسية. والله تعالى أعلم. نختم به الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على صلاتنا مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر الذاكرون وكلام الله. اللهم صل أفضل صلاة على وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكري الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن هنا قدام الناس نسمع كلمة تعجبناش انت استعارات دي مولانا تعالي تروح وتيجي كذا تعال هنا معانا عمير دين ولا السلام عليكم. القارئ الثاني وصل تسمع تسمع المقرئ الثاني يا خذ يا أم الطغور السلام عليكم. تقدر تتكلم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نظم ما ينفعش. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا.
الأصوات من رحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما تبارك الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي عالم عن الكلام ربنا يتقبل ان شاء الله سيدنا شغال معنا احنا حولنا لك الازهر الى ساحه قراءه مشغل لك الميكروفون بتاع الجامعه لا حلو جودة حافظ بسم الله ما شاء الله الشيخ محمود صابر ده حاجه عجبك ده تمام ما في معانا ما لقيته الاولاني من غير ما تقول لي لقيته هشوف لك واحد ثاني مع ده وخليهم اثنين مع بعض كل واحد لا اثنين احسن عشان حتى يساعدوا بعض وما عندك صلاة سرية وجهرية واحد صلى سرا واحد جهرًا واحد سر واحد جهر لا يصلى بجزء إلى واحد يصلى بجزء ماشي الثالث حيجي إن شاء الله بي. ماشي يا بكرة انهرنا إن شاء الله نسلم بس علم على ده عندك محمود صابر ده عشان ما ننساش محمود صابر مش كده يا مولانا إن شاء الله يا مولانا يصبر على الوقت
فبيقول لي انت دلوقتي عجبت بس ما لم يظهر واحد احسن منك. بيقول لي بيقول الثالث لو ما جاش من مصلحتك يعني احنا كل شيء لقدر والله ما في شيء احنا اللي هنقدر ما لسه شغالين احنا مقدرين زيك انا كنت مع رجل لو الحين لو واحد ثالث وحش عشان ما يجوش ايه كان عليه واحد مشى نجح عارف الثاني قال لي الغيل اولاني ده ما عجبوش عجبه محمود ده بس قال عاوز اسمع واحد ثالث فنجيب له احنا واحد ميت من بتوع الاذاعه نجيب له شريط ويسمعه ولما يجي يدور عليه خلاص مات الرجل شفت كده حظي خلاص انا ما عارف ايه سبحان الله اللي جنبي جماعة تقريبتك هو مش بعيد يعني عارف الحدائق دي بينها مش عارف عند عبدين حدائق جايب عبدين على حدائق هو قصد اصل القبة قصد اصل القبة حدائق القبة صح في اصل هناك يعني ما قصورا فكرت العبدين اللي هنا ده يا ريت تقرا في قصر عبدين زمان كان في قصر الشيخ مصطفى اسمه الشيخ الفتاح يا مولانا احنا ان شاء الله القصر ده ياخد انا حضرت فيه السرادق اللي كان قدام قصر عبدين ده من فضاحل القراء تقرا الستينات ده قريب اتلغى ده في الثمانينات اتلغى قريب مش عارف مين اللي قال له انت يا مولانا احنا عايزين قال بيعوق المرور قال له الشارع ولا حد مش كان بيمر في الحته دي لا حته فاضيه اصلا الى الان حته هي بيعوق قال اي مشايخنا الكبار كلهم يا مولانا سجلوا في القصر ده الشيخ الشحات والشيخ شعبان الصياد لا ده 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 عصر قريب ده هم كانوا واصل ده شمس الثمانينات الدكتور جمال كده سافرت معاكم انا بتكلم مع النبي محمد اي بس الورق مين هيصحح صح انا مهم بالنسبه لك انت اللي هيعمل لك هيبعتوا مين الفصل ده خلصوا ميه ان شاء الله المجازين كله هيصحح خلصوا ميه بس في حر في الساحه ولا ها دكتور عاوز علي علي بها عشان نسمع اللي اسمه يوسف انا قابلت جماعة اللي قابلتك كانوا بفضلتك الاخ بتاع الهو لا ده عملت ايه معه تقطت معه النهاردة وقابلت معه كويس زين عجبك وحابي ولا عادي لا 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 تمام انت مظبط الاخ بتاع الهو مظبط التثبيت المقطوع خير دخل زار كمان انتظارك ما بالله يا رب الله يكرمك في اي فرصة وجيت فرصة وجيت انا في بطل من شعبان اكلم صباحي على حر الجمع تذكر على سيدة الحديد نروح سيدة الحديد سيدة الحديد ما تزعلش تزعل نروح نسلم عليك